السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، والجزء الأخير من الأهلي الليلة على قناة النادي الأهلي. الجزء الأخير دايما بيكون كرة عالمية، بنتكلم دايما مع حضراتكم في أحداث الكرة الأوروبية، الكرة العالمية، كل الأحداث اللي موجودة في دوري الأمم الأوروبية، في الدوريات سواء الإنجليزي أو الإيطالي أو الأسباني. هنتكلم عن آخر الأخبار اللي موجودة، حصل عندنا أخبار كتيرة، إصابات كتيرة، أحداث كتيرة جدا هنتكلم عليها مع حضراتكم في الجزء الأخير من الأهلي الليلة. طبعا كلنا تابعنا التوقف الدولي الأخير بداية من يوم الجمعة وحتى نهاية اليوم بتوقف دولي خاص بكل منتخبات العالم. بنشوف المنتخبات اللي بتلعب لقاءات ودية، بنشوف منتخبات بتلعب لقاءات رسمية، وفي كمان منتخبات زي منتخب مصر وقارة أفريقيا بتلعب تصفيات الأمم الأفريقية. الحمد لله منتخب مصر بيتأهل إلى رسميا إلى أمم أفريقيا الكاميرون 2019 علشان يلحق بالمنتخب التونسي ويكونوا هما الاثنين إن شاء الله في البطولة القادمة. المباراة اللي جاية ما فيش شك أنها تبقى مباراة قوية، مباراة هتكون هي المباراة الاختبار الحقيقي لمنتخب مصر والمستر الإجاري والجهاز الفني، مباراة ما فيش فيها أي ضغوط، وبالتالي مباراة هتكون للمتعة الكروية. مباراة مصر وتونس أقيمت المباراة الأولى منتخب مصر خسر فيها 1-0 كان موجود فيها مستر هكتور كوبر، أما المباراة اللي هتقام إن شاء الله خلال الشهور القادمة هتكون في مصر إن شاء الله، أكيد هيكون موجود عدد من الجمهور وبالتالي كل نجوم مصر هيكونوا موجودين. التوقف الدولي أكيد حصلت فيه بعض الإصابات، لكن قبل ما أبدأ مع حضراتكم للإصابات والكلام عن الإصابات وإزاي المباريات الدولية أثرت على الفرق، خلينا نبدأ معاكم الأول بدوري الأمم الأوروبية وجولات ساخنة جدا جدا. دوري الأمم الأوروبية ممكن يكون يعني شرحها بعض الناس ما تفهموش، لكن زي ما قلت لحضراتكم أنا بحاول أبسطه، هو أربع مستويات، كل مستوى فيه أربع مجموعات، كل مجموعة فيها ثلاث فرق. مجموعة أو المستوى الرابع هو اللي فيه أربع فرق في كل مجموعة، كل مجموعة بيصعد منها أول، يعني أربع مجموعات في كل مستوى بناخد الأول، يبقى عندنا أربع أوائل، أربع أوائل بيتلعب قبل نهائي ونهائي. في الآخر بيكون عندي بطل لكل مستوى، في آخر خالص المجموع بيكون عندي أربع أبطال، كل مستوى بطل A B C D، كل دول بيكون ليهم بطل بعد الجولات وبعد كل الماتشات. طبعا ايه الغرض من دوري الامم الاوروبيه؟ الغرض زي ما قلت لحضراتكم غرض تسويقي، وفي نفس الوقت هو يغني عن المباريات الوديه الدوليه لكل المنتخبات. الاربع منتخبات بيضمنوا تاهلهم الى بطوله اليورو 2020. ده ملوش علاقه ان مفيش تصفيات الامم اوروبا، لا، هيكون في تصفيات الامم اوروبا، لكن الفريق اللي هيفشل ان هو ما يكونش موجود في الامم الاوروبيه من خلال التصفيات، دوري الامم الاوروبيه لو صعد او كسب اول تصنيفه هيكون موجود في بطوله الامم الاوروبيه القادمه ويكون ضامن مكان. طبعا يعني المباريات بدات من يوم الجمعه، كان في مباريات قويه جدا. البرتغال طبعا غياب رونالدو بيغيب عن البرتغال، ده بالتنسيق ما بينه وما بين المدير الفني لمنتخب البرتغال، بتفوز على منتخب بولندا، نتيجه بالنسبه لي مفاجاه لما منتخب بولندا بيخسر على ملعبه 3-2. مباراه كانت ممتعه، مباراه كانت قويه، شفنا فيها 5 اهداف، وبالتالي دي متعه دوري الامم الاوروبيه ان هو بيجمع كل المستويات المتقاربة مع بعض. مباراة كانت قوية فيها ندية، وكمان 5 أهداف، فده معدل جيد جدا بالنسبة لمباراة ما بين البرتغال وما بين بولندا. طبعا باقي المباريات ما كانتش على نفس المستوى القوي، لكن في مباراة شدت الجميع، مباراة يمكن يعني منتخب روسيا ومنتخب تركيا، لكن منتخب روسيا أمام المنتخب السويدي بيتعادل معاه 0-0. ليه أنا بتكلم على منتخب روسيا؟ منتخب روسيا بعد بطولة كأس العالم الأخيرة بدأ أن هو يبقى منتخب قوي، بدأ أن هو يشد انتباه الجميع، بدأ أن هو يكون ليه شكل وكيان داخل الملعب وطريقة لعب وأسلوب، بقى ليه شخصية، ومهم جدا يكون فريق كرة القدم
شخصية داخل الملعب. الفريق اللي عنده شخصية داخل الملعب دايما بيفرض طريقة لعبه وبيفرض أسلوبه، ودايما في الآخر بتكون ليه الغلبة. طبعا احنا بنتكلم لو كل شيء ماشي كويس، أما المشاكل اللي هي لما بيكون ليها رأي تاني محدش بيقدر يقف قدامها. ده بالنسبة لمباريات يوم الجمعة، أبرز النتائج مباراة البرتغال وبولندا. يوم السبت كان في لقاءات قوية جدا، مباراة كرواتيا وإنجلترا والمنتخب الإنجليزي بصراحة اللي بدأ يتعلم من أخطائه. وهتكلم معاكم في إزاي المنتخب الإنجليزي بدأ إنه يتعلم من أخطائه كويس جدا، بيتعادل مع كرواتيا بدون أهداف. بلجيكا وسويسرا، وبلجيكا بتفوز على منتخب سويسرا 2-1، واللي أحرز الهدفين لوكاكو الوحش يعني القوي اللي فارق جدا مع مانشستر، سواء في خط الهجوم او مع منتخب بلجيكا، محطه مهمه جدا جدا، من احسن لعيبه السترايكر اللي موجودين في العالم. يعني بنكمل ليوم الحد، ابرز مباراه هولندا والمانيا. هولندا بتفوز على المانيا 3-0، والمباراه بتشهد اصابه فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول. طبعا شهدت اصابه، لكنه بعد التقارير الطبيه اللي هنتكلم عليها في اخبارنا خلاص اكدت انه هيكون موجود في مباراه هاردسفيلد في الجوله القادمه من الدوري الانجليزي. لكن هولندا بصراحه كومان بتغيير اللعيبه اللي موجوده، هولندا بدات ان هي تستعيد بريقها في جيل اوفرمارس وفاندرسار وفان برونك هورس وفان نستروي وفان بيرسي، جيل كبير جدا وجيل عظيم جدا. اعتقد ان هولندا بدات ان هي تعود من جديد، وزي ما احنا شفنا بدات اللعيبه الهولنديه تظهر على الساحه من جديد. بنشوف برشلونه بيحاول يتعاقد مع بعض اللعيبه الشباب اللي موجودين في الدوري الهولندي، وخاصه نادي اياكس امستردام. كان في طبعا مباراه يعني المباراه اللي كانت موجوده يوم 14 اكتوبر، بولندا وايطاليا، وايطاليا بتفوز على بولندا 1-0 في مباراه احرز فيها براجي هدف في الدقيقه 90. طبعا ايطاليا بتلعب بولندا ايضا، دي الهزيمه الثانيه لبولندا بعد هزيمتها الاولى امام المنتخب البرتغالي، بتخسر ايضا في المباراه الثانيه على ملعبها بنتيجه 1-0 في الدقيقه 90 لمنتخب ايطاليا. طبعا مانشيني ومنتخب ايطاليا بيحاولوا يعني باللعيبه اللي موجوده يعملوا توليفه كويسه، بحيث ان هم زي ما طبعا الكلام بينطبق على المنتخب الهولندي الكلام ايضا بينطبق على المنتخب الايطالي. منتخب ايطاليا وهولندا محتاجين اعاده هيكله من اول وجديد علشان يعودوا الى مكانهم الطبيعي في الكره العالميه وفي في التصنيف الخاص بالمنتخبات. اما المباراه اللي كلنا تابعناها وكانت ممتعه، وقلت لحضراتكم اتكلم على منتخب انجلترا لما يجي وقت مباراه اسبانيا. مباراه اسبانيا وانجلترا، والمباراه اللي انتهت بفوز انجلترا 3-2. انجلترا خسرت في المباراه الاولى على فكره من اسبانيا على ملعبها، لكن زي ما احنا متعودين وعارفين ان كره القدم الاهداف اللي بيتم احرازها في المباراه بيكون نتيجه من اخطاء، لو ما فيش اخطاء مش هيكون في اهداف. منتخب انجلترا المباراه الاولى ما اتعلمش حاجه، كان بيلعب على ملعبه وسط جمهوره، فكان عنده دفعه بعض الشيء ادت الى منتخب اسبانيا لاحراز هدفين. المنتخب الانجليزي ذاكر منتخب اسبانيا كويس قوي، عرف نقاط الضعف ونقاط القوه، قفل على نقاط القوه وبدا يلعب على نقاط الضعف، بدا ان هو يستغل المساحات اللي موجوده في قلب دفاع منتخب اسبانيا. اولا عندهم بطء في السرعات، عندهم المساحات اللي موجوده بين الاربع لعيبه في الخط الخلفي بعاد عن بعض، وبالتالي استغل المنتخب الانجليزي وجود الكرات البينيه من هاري كين نجم المباراه الاول. اي نعم ما احرزش ولا هدف، لكنه صنع 3 اهداف، 2 لستيرلينج و1 لراشفورد، وبالتالي المنتخب الانجليزي بيقصوا على المنتخب الاسباني. انا شايف ان منتخب انجلترا جاريث ساوثجيت بيقدم بصراحه تشكيله يعني تشكيله ووجود عناصر مهمه جدا، ومعدل الاعمار اللي نزل بيه تماما، وبدل ما يهتم بالنجوم اهتم بالعطاء داخل الملعب. في فرق شاسع ما بين اللي كان موجود في انجلترا قبل كده، النجوم اللي كانوا موجودين يعني ممكن بعض المشجعين الانجليز بيشوفوا ان هم بيبخلوا على المنتخب بمجهود، دي دايما ظاهره موجوده حتى في المنتخبات الافريقيه. المنتخبات الافريقيه لما بيكون عندها نجوم بنشوف، حتى منتخب مصر يعني مثلا لو هنتكلم على 2006 2008 2010 ما كانش عندنا عدد المحترفين اللي موجود دلوقتي، منتخب مصر قدر انه يفوز ب3 نسخ متتاليه من بطوله الامم الافريقيه. عندنا نظريه في كره القدم بتقول ان اللاعب المحلي، بالذات بنتكلم على قاره افريقيا، بيكون عنده انتماء شويه عن اللاعب الافريقي اللي محترف بره. انا بتكلم على افريقيا عشان ما نخلطش الامور ببعض، فدي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية بنتكلم على انجلترا، لاعب نجم ولاعب موجود في أحسن الدوريات اللي في العالم، دوري انجليزي ولا دوري اسباني ولا دوري ايطالي، يعني معظم الانجليز موجودين في الدوري بتاعهم. بنتكلم كمان ان اللعيبة اللي موجودة لعيبة بلغة الكرة، يعني الكلمة الشهيرة اللي احنا بنقولها لعيبة
يعني جعانه كوره، لعيبه عايزه تعمل حاجه لنفسها. جعانه كوره مش بتنطبق في مصر بس، بتنطبق في اي حته في العالم، وده سلاح مهم جدا للمدير الفني لما بيكون عايز يعمل اي حاجه جديده او يحمس لعيبته او يعمل انجاز. لازم يجيب لعيبه اولا تنفذ، تسمع كلامه وتنفذ الكلام اللي اتقال داخل الملعب. ثالث حاجه يكونوا عايزين يعملوا انجاز شخصي ليهم. شفنا منتخب الانجليزي بيحصل على رابع العالم بعد ابتعاد دم لحوالي 28 سنه عن دور قبل النهائي في بطوله كاس العالم، لكن المنتخب الانجليزي بيعود من جديد علشان نقدر نقول ان هو بيرجع تاني الى الساحه العالميه ويعيد امجاد منتخب الاسود الثلاثه. وده يمكن سريعا يعني كل ما حول دوري الامم الاوروبيه، لكن عشان ناخد بعض الاخبار التانيه المهمه اللي موجوده معانا قبل ما الوقت يجري مننا. طبعا خبر مهم جدا معايا بيقول ان برشلونه بيحرق اسعار اللاعبين. برشلونه بيعمل او بدا ان هو يطبق سياسه جديده في عالم الاحتراف وعالم كره القدم، ان هو بدا يبص على لعيبه بتلعب في انديه متوسطه المستوى لكن اللعيبه تتناسب مع طريقه لعبه، وبالتالي يقدر ان هو يشتريها باسعار كويسه. الاسعار ال 100 وال 150 وال 200 مليون يورو، دول الارقام الكبيره، دول مفيش فريق هيقدر يدعم فريقه بخمس لعيبه بمليار يورو. لكن لما احنا نبص على برشلونه ان هو بدا يطبق سياسه ان هو يتعاقد مع لعيبه عاديه، يعني مثلا التقرير اللي موجود حسب صحيفه سبورت الاسبانيه ما بتقول ان برشلونه خلاص يريد ضم الثنائي كريستوف بياتيك مهاجم جنوا الايطالي ونيكولاس بيبي مهاجم ليل الفرنسي. ما حدش فينا يسمع عنهم، ما حدش فينا بيتابعهم الا اللي متابع الدوري الايطالي قوي وعارف جنوا مين هو الراس الحربه اللي بيلعب في جنوا، او بنتكلم على ليل الفرنسي لو حد متابع الدوري الفرنسي. لكن برشلونه عندهم كشافين شغالين 24 ساعه عارفين ايه هي متطلبات الفريق، وبالتالي ده بيقلل السوق وبيقلل الاسعار علشان العرض والطلب. العرض على اللعيبه النجوم بيقل، فده بالتالي الطلب بيقل، فبالتالي العرض زي ما حضراتكم بتكونوا شايفين الاسعار بتنزل تماما. وده يمكن طبقه في اكثر من لاعب. احنا عارفين ان سواريز خلاص يعني برشلونه بيحاول ان هو يوجد البديل للويس سواريز لاعب برشلونه بالتعاقد مع راس حربه يكون يتناسب اول حاجه طريقه لعب فريق برشلونه. خبر التاني، نيمار تصريح قبل مباراة الأرجنتين اللي بتتلعب حاليا، مباراة ودية بتقام في المملكة العربية السعودية. نيمار سعيد بالبعد عن مواجهة ليونيل ميسي، بيتكلم طبعا عن الصداقة اللي بتجمعه ما بينه وما بين ميسي. احنا عارفين ان ميسي واخد استراحة دولية من المنتخب، وبالتالي طبعا نيمار واحد من اللعيبة القريبين جدا من ميسي، وبنشوف دايما ان نيمار في معظم اجازاته بيتوجه الى مدينة برشلونة علشان يلاقي طبعا زمايله اللي كان موجود معاهم، وده شيء مش غريب لا على برشلونة ولا على لعيبة امريكا اللاتينية. لكن نيمار طبعا واحد من اللعيبة المهارية اللي بيأدوا مواسم جيدة جدا مع فريق باريس سان جيرمان. اما يعني خبر خاص ب فابيو كابيلو. فابيو كابيلو مدير او المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، طبعا كان ليه حوار اخير في احدى الصحف العالميه بينصح فيها فلورنتينو بيريز بالتعاقد مع ايكاردي لاعب انتر ميلان، شايف ان هو رجل المرحله القادمه لنادي ريال مدريد، وان نادي ريال مدريد هيجد ما يبحث عنه في التعاقد مع ايكاردي. راس حرب مميز جدا، عنده شخصيه داخل الملعب، هداف متالق، يعني بيعرف يعمل كل حاجه، بيعرف يستلم تحت ضغط موجود في منطقه ال 18، بينزل يستلم الكوره من نص الملعب، بيعرف يلف وبيعرف يلعب بظهره. كل دي اكيد ميزات موجوده او مميزات بتكون موجوده في مركز راس الحربه، وبالتالي فابيو كابيلو طبعا هو واحد من نجوم عالم التدريب وايضا واحد من اللي دربوا فريق ريال مدريد. وجميل جدا ان العلاقه تدوم ما بعد حتى ترك الفريق، ان فابيو كابيلو حتى بعد ما مشي يكون ولاؤه للنادي اللي كان موجود فيه في يوم من الايام، وانه ينصح فلورنتينو بيريز بالتعاقد مع ايكاردي. وانا اعتقد ان ممكن ايكاردي يكون موجود في ريال مدريد، يعني مش عايز اقول قوي على موضوع ان هو يكون موجود في الانتقالات الشتويه، لكن في الصيفيه اكيد ريال مدريد هيكون متعاقد مع اكتر من اسم. انا برشح يمكن واحد زي هازارد يكون موجود، وكمان واحد زي ايكاردي او هاري كين يكونوا موجودين في ريال مدريد بحلول الصيف القادم. ليه الصيف القادم؟ علشان شايفين ريال مدريد نتائجه مذبذبه، وبالتالي فلورنتينو بيريز مش عايز يتعاقد مع لعيبه باسعار عاليه جدا، وبالتالي ما يكونش فيه يعني ما يحدثوش الفارق اللي كان منتظر منهم خلال الموسم الحالي.
طبعا يعني بالرغم من حلمه بالانتقال الى ريال مدريد، لكن ايدن هازارد بيرفض التمرد على تشيلسي. دي نقطه مهمه جدا 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 هنقف عندها ونتكلم فيها شويه. اولا هازارد، احنا لو نقارن اللي حصل من مودريتش ومن جاريث بيل لما كانوا موجودين في توتنهام وجالهم عرض من ريال مدريد وتوتنهام رفض ان هو يبيعهم، بداوا ان هم يتمردوا على ناديهم، بداوا ان هم ما يكونوش موجودين في معسكر الفريق سواء في امريكا في بدايه الموسم او في المعسكرات التحضيريه المباريات خلال الدوري. وبالتالي هنا بنضرب مثل بالالتزام. زي هازارد هو لاعب محترف، لاعب عنده عقد في تشيلسي، لاعب يعني بلغه الكوره هو بيشتغل في تشيلسي، عنده عقد بياخد فلوسه، كل اموره ماشيه بشكل كويس. ريال مدريد نادي كبير، نادي محتاج هازارد، لكن هازارد زي ما قلت لحضراتكم بيرفض انه يتمرد على النادي وبيرفض ان هو يحط العقده في المنشار زي ما بنقول لنادي تشيلسي ويفرض عليهم ان هو هيمشي من النادي مقابل دفع فلوس طريق بالصفقة. فأنا شايف إن موقف يحترم من إيدن هازارد، ودي رسالة مش بس يعني رسالة للاعيبتنا اللي في الدوري المصري، طبعا يعني أكيد في بعض اللعيبة اللي بيوصلوها الكلام، لكن خبر زي ده منتشر في الصحافة العالمية. واضح جدا إن كل لاعب لازم يكون يحترم العقد اللي ما بينه وما بين ناديه، وكمان يعني لو هو عايز يمشي أو ينتقل من نادي إلى آخر لازم يكون برضا كل الاطراف، ما حدش يتمرد على نادي، علشان لولا النادي اللي انت بتلعب فيه ايا كان اسمك ايه مش كنت يعني كنت هتبقى اللاعب اللي انت موجود عليه دلوقتي. طيب نروح لرايولا، ويعني رايولا واحد من وكلاء اللاعبين الرخمين شويه، التقال شويه، معاه معظم لاعبي الفريق او معاه معظم لاعبي الكره الاوروبيه. على سبيل المثال طبعا بول بوجبا واحد من نجوم كرة القدم العالمية، لاعب مانشستر يونايتد الحالي ولاعب منتخب فرنسا اللي لسه حاصل على بطولة بطولة كأس العالم الأخيرة. لكن الخبر بيقول ان رايولا يوقع على اتفاقية نقل بول بوجبا الى برشلونة. طبعا الخبر مش مكتوب كده، لكن الخبر مكتوب الى نقل مكروه مورينيو. مكروه مورينيو ان بدأت العلاقة تبقى سيئة ما بين بول بوجبا وما بين يعني مورينيو، وبالتالي طبعا الصحف العالميه قالت ان نادي برشلونه الاسباني نجح في اقناع رايولا وكيل اعمال النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الانجليزي، والحصول بالفعل على موافقته من اجل ضم اللاعب الفرنسي خلال الفتره المقبله. كلام كتير كان بيقال قبل الانتقالات الصيفيه، لكن دلوقتي بعد الخلافات اللي شفناها مع بوجبا ومورينيو اعتقد ان بول بوجبا هيكون بشكل كبير خارج اليونايتد، لو مش في الانتقالات الشتويه بنسبه 50% فهو خارج اليونايتد بنسبه 100%. لسه مكملين مع اليونايتد، والخبر الثاني عشان نقفل الموضوع ده شكلا وموضوعا، عشان الكلام ده كان يعني محور الصحافه العالميه والاوروبيه والمصريه خلال الفتره الاخيره. مانشستر يونايتد ليس للبيع، ده تصريح على لسان ملاك نادي مانشستر يونايتد، وتقارير عالميه نقلت الكلام ده، ان تقارير كثيره جدا صحفيه في الكام يوم اللي فاتوا نقلت ان في رغبه من المملكه العربيه السعوديه وخاصة بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والعائلة المالكة بالمملكة العربية السعودية أنهم يرغبون في شراء النادي الإنجليزي مقابل 4 مليار استرليني. لكن النادي مانشستر قال نادي مانشستر ليس للبيع، علشان نقفل الموضوع ده وما نتكلمش فيه. كل الصور الحاجات اللي موجودة والأخبار اللي موجودة هي عارية تماما من الصحة، زي ما احنا عارفين دايما بيكون في شوية اجتهادات من الإخوة الصحفيين الكرام، لكن في بعضها عاري تماما من الصحة. ريال مدريد بعد ما كان بيحاول لمدة سنة ونص من ضمه، ريال مدريد بدأ يتحرك علشان يضم أرون رامسي اللاعب في صفوف أرسنال، واحد من المواهب المميزة جدا، بيشارك مع أرسنال مكسر الدنيا، بيحرز أهداف ما فيش أحلى من كده. فبالتالي فريق ريال مدريد بدأ أنه هو بيحاول يدعم صفوفه وبيحاول أنه هو يتعاقد مع أرون رامسي في خلال الفترة القادمة. ثنائي ريال مدريد يدفع بيريز لضم هاري كين، بنتكلم على هاري كين طبعا واحد من الاهداف اللي ريال مدريد بيحاول ان هو يتعاقد معاها في الموسم القادم. طبعا مين هم الثنائي؟ بنتكلم على لوكا مودريتش وجاريث بيل، ان هم
احدى الاسباب ان فريق ريال مدريد يفكر في التعاقد مع هاري كين. هاري كين طبعا يعني مدرسه توتنهام، لوكا مودريتش وجارث بيل الاثنين من مدرسه توتنهام، وبالتالي بدات ان هي تبقى نظريه ان اي لاعب بجاي من توتنهام والدوري الانجليزي بيتاقلم مع فريق ريال مدريد. كنا معاكم يعني قلنا شويه اخبار سريعه، لكن الوقت بيجري على طول مع حضراتكم بسرعه جدا. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من الاهلي الليله، فقط الكره العالميه. نشوفكم على خير، تصبحوا على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.